الحقيقة الحالة الغريبة اللي حصل في مصر دعت ناس كتير انها, او يمكن مش الحالة, الذكرى العشرة نفسها دعت ناس كتير من الباحثين السياسيين والصحفيين ان هم يعيدوا التذكير بما جرى من زوايا مختلفة. كان من بين هؤلاء ضيفي اللي برحب بيه الدكتور حسام الحملاوي الصحفي والباحث في العلوم السياسية. اهلا بك يا دكتور. الحقيقة حسام كتب مقال مهم جدا في ميدل إيست آي بيتحدث فيه عن العقد الاجتماعي التأسيسي لجمهورية السيسي الجديدة, وتحدث كان في القلب من المقال رابعة العدوية وما جرى في رابعة العدوية. حسام برحب بيك مرة تانية, وخليني أبدأ معاك الحقيقة من حالة الهستيريا. في حالة هستيريا أنا لم أعهدها ولم أتابعها في العشر سنين اللي فاتوا, ربما في سنة 2014 يعني الذكرى الأولى لرابعة كانت حالة هستيريا مشابهة. لكن هل عندك تفسير ليه النظام برموزه بإعلامه بصحافته بلجانه الإلكترونية متحفزين قوي المرة دي؟ فقط بمدى إحساسهم بالخطر أو مدى إحساسهم بالهشاشة. يعني لو النظام واثق من نفسه, لو النظام ده ليه شرعية, لو النظام ده حتى لو بيحكم بقبضة حديدية بس ليه امتداد وليه تأييد في الشارع, فمش هيحتاج أصلا أنه يعمل لجان إلكترونية, ولا هيحتاج أنه يحط ناس على شاشات التلفزيون عشان تصرخ في ودنا طول النهار. لكن ذكرى رابعة اللي هي أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث بتمر علينا دلوقتي, الذكرى العاشرة بتاعتها في ظل أوضاع صعبة جدا بالنسبة للنظام, في ظل أزمة اقتصادية, في ظل غضب موجود في الشارع, حتى لو ده ما ترجمش نفسه حتى الآن في شكل مظاهرات أو حراك احتجاجي, في ظل تململ القوة الخارجية اللي كانت بتساند النظام دي زي في الخليج, فطبعا هم في حالة السعار دي أعتقد بسبب الموضوع ده. يعني طيب, يعني على الجانب الآخر, لما امبارح تفتح بي بي سي نيوز أو أول امبارح تفتح بي بي سي نيوز تلاقي على رأس الساعة على مدار اليوم في تقرير حوالي دقيقتين عن القتل اللي حصل في رابعة العدوية في مصر من 10 سنين, والحقيقة ده ما حصلش الكام سنة اللي فاتوا. حساب سكاي نيوز عاملة تقرير عن رابعة العدوية وبتتكلم فيه عن المصور الكاميرامان اللي قتل يوم 14/8/2013 مايك دين. دي دبليو بتتكلم في زاوية أخرى وهي العدالة. أيضا تغطية الإعلام الغربي في هذه المرة مختلف تماما عن كل مرة قبل كده, هل عندك تفسير؟ للأمانة كان يعني دايما طول الوقت كان بيبقى فيه بعض الأصوات اللي بتغرد في الإعلام الغربي بتفضح فيه جرائم النظام المصري, يعني ولازم نحييهم على صلابتهم في الموقف ده. ولكن أعتقد أن النغمة زي ما أنت بتقول, أنا موافقك أن النغمة السنة دي مختلفة عن السنين الماضية. جزء منها جزء صحفي بحت ان دي الذكرى العشرة, وانت عارف الارقام دي بالنسبة للصحفيين دايما بتفرق يعني من وجهة نظر التناول الصحفي. بس الجانب الثاني ان النظام فاشل وما عندوش كروت يقدر يقدمها للمجتمع الدولي او ما يسمى المجتمع الدولي تقدر تخليهم ينخرسوا تجاه الانتهاكات اللي بتحصل في حقوق الانسان. يعني عبد الفتاح السيسي قعد سنين مصدر للغرب فكرة أنا بحارب داعش, أنا لو ما هزمتش داعش في سيناء داعش يحتبي على أبواب المدن الأوروبية وأنا اللي بخلصكم منها. طيب ما هو طلع دلوقتي من سنتين ثلاثة اعترف أنه هو دلوقتي خلاص احنا جماعة انتصرنا في الحرب على الإرهاب. هل انتصرنا ولا لا؟ طبعا دي قصة تانية ومحتاجة برنامج تاني, بس هو بنفسه اعترف أن خلاص العمليات خلصت. تاني حاجة الكارت بتاع الهجرة غير الشرعية اللي هو بيستخدمه ده هيفضل يستخدمه طول الوقت, وكان بيفضل يستخدمه على مدار العشر سنين اللي فاتوا, لكن ما بقاش بنفس القوة اللي هو يقدر يسوق بيها نفسه زي زمان. يعني التقارير اللي طالعة أسامة وانت كنت عرضتها قبل كده في برنامجك بتتكلم حوالين ان المصريين دلوقتي هم أكبر فئة من ما يسمى يعني المهاجرين غير الشرعيين اللي بيعبروا البحر المتوسط تجاه سواحل أوروبا. ده صحيح. دليل على فشل النظام. وزارة الداخلية الإيطالية كان ليها تقريرين السبع شهور اللي فاتوا قالت أن الجنسية الأعلى في 2023 للوصول للسواحل الإيطالية هي الجنسية المصرية. لكن حسام, النظام بنى سردية على مدار عشر سنين, سواء مقالات
حاول ينشرها في بعض الصحف الأجنبية، سواء الإعلام المصري، سواء الدراما، مسلسل الاختيار بأجزاء الثلاثة، سردية واحدة أن كل من يقترب من رابع العدوية هو إما من الإخوان المسلمين أو من الإرهابيين. لو أن حسام الحملاوي كتب في ميدل إيست آي، أو ظهر في مقابلة بالفيديو مع ديفيد هيرست، أو كتب ستيفن كوك في الفورين بوليسي، أو كتبت مديرة مكتب الواشنطن بوست في أوكرانيا مقالا بالأمس، يعني تم تداوله على نطاق واسع، جميعهم إخوان، جميعهم يدفع لهم كي يكتبوا عن مظلومية الإخوان في ربع. هل لسه شايف إن في حد بيشتري السردية دي من النظام المصري بعد 10 سنين؟ انا شخصيا شايف ان يعني ما فيش، او اللي هو لا يقارن خالص بالوضع اللي كانت مصر عليه في 2013 2014 2015 لحد التعويم الاول. جزء من الموضوع ليه علاقه ان انت استخدمت مصطلح هستيريا، وهي فعلا كان في لحظه هستيريه فاشيه موجوده في مصر بعد الانقلاب. الإعلام فيها نشر الذعر ما بين الناس، لو كعبلت وانت ماشي في الشارع فالإخوان هم السبب، لو المجاري ضربت يبقى الإخوان هم السبب. رابع العدوية دي كان مكان فيه أسلحة ثقيلة، أسلحة كيماوية، وكمية كلام اتقال حقيقي أنا ما أقدرش أن أنا أقوله لمتابعي القناة المحترمة دي يعني. فالوضع اتغير، الناس بدأت تتعب. الناس حتى في البداية لما السيسي كان بيقول استحملوني 6 أشهر وهنبقى قد الدنيا، استحملوني كمان 2 سنين وهنبقى قد الدنيا، 2020 الأزمة هتتفك، الأعذار كترت، التوقيتات كترت، والناس ما زالت في انتظار في مر الإصلاح، والحقيقة ما بيشوفوش أي حاجة من الكلام ده غير غلاء، غير تدني في مستوى الخدمات، غير ارتفاع في مستوى البطالة، وشايفين في نفس الوقت طبقة حاكمة جديدة بتتشكل في مصر مكونة من لواءات الجيش بالأساس، عايشين في نعيم وعايشين في قصور ما لهاش أي علاقة خالص بالمواطن المصري العادي. فأنا ما أعتقدش أن الخطاب ده يعني ناس بتشتريه حاليا في مصر يعني. طيب النظام أيضا اشتغل 10 سنين اللي فاتوا على هدم حاجتين، الحاجة الأولى والأهم بالنسبة له كانت ثورة 25 يناير، وأنه الجيل الجديد اللي كان عنده 10 سنين من 12 سنة ودلوقتي خلاص بيتخرج من الجامعة يقتنع تمام الاقتناع أنه عبد الفتاح السيسي أنقذ البلاد من فوضى عارمة وكنا هنبقى زي سوريا والعراق. والحقيقة خلينا أقول لك يعني مشهد حفلة كاريوكي الأخيرة ويا الميدان، أنت بتشوف الجيل ده بيغني لثورة يناير وناس بتنشر في حالة غريبة جدا، مش أنا ولا أنت، ده جيل تاني خالص اتربى في مصر على السردية دي ومع ذلك لسه مؤمن بيناير. الجزئية التانية حسام كانت رابعة العدوية، وهي فكرة أن دي بؤرة إرهابية ودي بتاعت الإخوان المسلمين. الجيل الجديد ده لو بيتابعك دلوقتي وعايز يعرف منك إيه اللي حصل في رابعة العدوية، إيه الرواية اللي حصلت في رابعة العدوية، تقول له إيه؟ اللي حصل في رابع العدوية، وأنا برضو عاوز أنوه في البداية أن أنا شخص يساري، فاللي هو في النهاية أنا لا يمكن أن أنا أتحسب أن أنا إخوان، فالكلام ده جاي في النهاية من شخص ملوش علاقة بتيار الإسلام السياسي على الإطلاق، لكن الشخص ده شايف أن اللي حصل في رابع العدوية دي كانت مجزرة، شايف أن اللي حصل في رابع العدوية دي كانت بداية نهاية الثورة المصرية، شايف ان الحجم إراقة الدماء الرهيب في رابعة اللي حصلت كانت متعمدة، مش بس متعمدة عن طريق يعني ما عرفناش الكلام ده فقط من شهادات الناس اللي كانت موجودة او من بعض رموز النظام اللي اتكلمت على الموضوع ده، لكن عبد الفتاح السيسي كان عاوز يرسل رسالة للشعب المصري ان اي نوع من انواع التجمعات في الشارع، اي نوع من انواع الاحتجاجات تحت أي مظلة، تحت أي شكل، خلاص انتهت. الجنرالات قرروا، أخذوا القرار إن ما بين قوسين المهزلة اللي حصلت في 2011 دي لازم تنتهي بأسرع وقت ممكن، والشارع ده لازم يتم تحييده تماما. فاللي حصل في رابعة العدوية دي مش مجزرة فقط تجاه الإخوان المسلمين أو الإسلاميين، دي مجزرة موجهة للثورة المصرية. طيب أنت طيب. في مقالك في ميدل إيست آي اتكلمت في المقدمة بتاعته في سطر عن التحريض اللي كان بالقتل على الهواء مباشرة من إعلاميين، وعن البيان اللي بعض التيارات الغير إسلامية، تيارات يسارية وتيارات أخرى، أصدرته قبل أسبوع من المجزرة، ودعت فيه صراحة لأن دول مجموعة من الإرهابيين، وفيما بدا أنا ذاك أنه هو يعني تفويض
بالقتل وارتكاب المذبحه. هو اللافت الحقيقه حسام ان الناس دي بقالها 10 سنين بتمارس الاعلام وبتمارس السياسه وبيتم استضافتها في كل ذكرى للحديث عن نفس الروايه، لا شفنا منهم تراجع ولا مراجعه ولا اعتذار ولا حتى ان هم مثلا قاموا بدور ما واختفوا، لا الناس بقى لها 10 سنين بتمارس نفس القدر من التحريض. شايف ده ازاي؟ كان في بيان حضرتك اشرت ليه دلوقتي كان اسمه اين الفض، ده كان 10 احزاب يساريه وعلمانية في مصر طلعوا بيان بيتهموا فيه حكومة الانقلاب انها حكومة الايادي المرتعشة وانتوا وعدتونا بالفض فاين الفض. طبعا دي يعني دي يعتبر فضيحة ودي نقطة سوداء في تاريخهم هتظل موجودة للأبد. مش عيب ان الواحد يغلط، لكن العيب ان الواحد يتعامى عن فكرة ان هو غلط وما يعترفش بغلطه. في ناس كتيرة أنا أعرفها على المستوى الشخصي في المعارضة قدمت مراجعات، لكن الأحزاب السياسية الأساسية اللي شاركت في دعم الانقلاب ما هي دي اللي موجودة برضو النهاردة في الحوار الوطني، يعني أو معظمهم موجودة في الحوار الوطني وتحاور النظام وبيقولوا إن إحنا مش هنقعد مع ناس تلوثت يديها بالأيديها بالدماء. طب يا جماعه ما انتوا قاعدين يعني انتوا قاعدين مع مين في الاخر؟ ما انتوا قاعدين مع الامن الوطني، قاعدين مع ممثلين المخابرات العامه وممثلين الرئاسه اللي هم قتلوا الالاف من الشعب المصري من 2011 وانت طالع، مش بس من بعد الانقلاب. فانا اعتقد طبعا ان دي كارثه، ولكن برضو يا اسامه لازم نعترف ان هو ده الواقع السياسي المصري وهي دي هي دي المعارضه بتاعتك وهي دي الاحزاب الموجوده. الناس لو ما أفرزتش بديل ليها فأنت لازم تتعامل مع الأمر الواقع ولازم تحاول تشوف نقاط التقاء أملاً إن في المستقبل ممكن نحن نلتقي في مواقف تؤدي إن احنا نقدر نغير الوضع كله على بعضه. يعني هي ثورة يناير قامت إزاي في النهاية؟ ما يعني لولا تواجد الإسلاميين في الميدان، لولا تواجد اليساريين في الميدان، لولا تعاون الجميع في ميدان التحرير في يناير 2011 ما كانش حصلت الثورة أصلا. شايف إن الناس اللي بتتكلم عنها التيارات السياسية دي لسه واقفة أو متوقف بيها الزمن عند نقطة 14/8/2013 أو حتى 30/6/2013؟ لسه الانقسام السياسي الحاد ما بين الناس دي لو جمعنا دلوقتي يساريين وإسلاميين وإخوان مسلمين وسلفيين وليبراليين وقعدوا يتكلموا هنسمع نفس الخطاب اللي كان من 10 سنين؟ أنت غلطت في كذا وأنت بعتني في كذا وبالتالي لأ لازم تعتذر الأول وأنت لازم تراجع الأول؟ في تقديري للأسف الشديد ده اللي هيحصل من الطرفين. يعني أنا من أولا الأحزاب اليسارية اللي موجودة أو معظمها واللي منها يعني معظمها مشارك في الحوار الوطني الزمن بالنسبة لهم بخصوص الحركة الإسلامية بالذات وموقف المعارضة الإسلامية متوقف عند 30/6، يعني كأن الإخوان مثلا دول لسه موجودين في السلطة، مش اللي هم مترمين في السجون وفي المنافي حاليا. ولكن برضو الخطاب نفسه اللي بيجي من جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة برضو في الخارج ما هو يعني مش أفضل بكتير، يعني للأسف الشديد يعني ما هو برضو هم الزمن عندهم واقف برضو عند بعض المحطات ومش عاوزين يتجاوزوه وما بيقدموش في رأيي يعني مبادرة حقيقية فعلا لمحاولة لم الشمل. نخرج من الأزمة دي إزاي؟ أنا في تقديري إن الشارع هو اللي هيخرجنا من الأزمة، بمعنى إن لما يبتدي حراك حقيقي في الشارع عفوي خارج مظلة الأحزاب والتنظيمات اللي موجودة دي ساعتها ممكن يبدأ يبقى فيه ضغط على الكيانات السياسية إن إحنا لازم نبدأ نوحد المواقف مرة تانية. جميل. طيب حسام في المقال أنت بتتكلم عن عقد اجتماعي تأسيسي لجمهورية السيسي الجديد. الحقيقة أنا كان بالنسبة لي في سؤال محير يعني وفرصة إنك تجاوب عليه، ليه ربطت ما بين فكرة ان السيسي بيحاول يعمل عقد اجتماعي جديد لجمهوريته الجديدة وما بين ربعة تحديدا؟ لان ربعة انا بالنسبة لي دي كانت النقطة المفصلية، حتى لو كان في بعض او يعني كان في قبليها مذبحة الحرس الجمهوري، لكن ما فيش حاجة كانت ببشاعة ربعة. يعني انت بتتكلم في يوم واحد النظام عبر جيشه وشرطته قتلوا إجمالي عدد الناس اللي سقطت في الحرب على الإرهاب في عصر مبارك من 92 لسنة 2000، يعني عقد كامل من المواجهات ده اتقتل في يوم واحد.
قتلوا على الأقل 817 مواطن مصري حسب إحصاء هيومن رايتس ووتش، وفي تقديرات تانية بتتكلم يعني بالألفات، يعني مقاربة للألفين، يعني إحنا ما نعرفش طبعا الحقيقة فين، لكن على الأقل إحنا بنتكلم في 817 فرد اتقتلوا. كمية إراقة الدماء اللي حصلت في اليوم ده، أنا كان بالنسبة لي ده زي تعميد لنظام عبد الفتاح السيسي الجديد اللي قايم حوالين ما فيش تظاهر، ما فيش احتجاجات، الحرب على الإرهاب هي الأيديولوجية هتبقى بتاعت النظام الحاكم، أي نوع من أنواع التحركات في الشارع هتتحسب على الإخوان، أنتم مالكوش حقوق، الحق الأول هو حق الدولة وحق أمن الدولة بالأساس. فهو ده كان الميثاق الاجتماعي الجديد بتاع مصر، ولما السيسي يتكلم على جمهورية جديدة هو فعلا بنى جمهورية جديدة، يعني نظام الحكم السلطوي اللي طلع بيه عبد الفتاح السيسي ملوش علاقة خالص باللي كان بيحصل في مصر، لا في عهد مبارك ولا عهد السادات ولا حتى عهد عبد الناصر. طيب يعني سؤالي الأخير، إذا كان السيسي نجح في أنه يعمل عقد اجتماعي خاص بيه بناء على حرب ضد الإرهاب وعلى القمع والسجون والقتل ومذبحة زي ربع، هل في فرصة بعد 10 سنين يا حسام أن القوى السياسية الموجودة دلوقتي في الداخل أو في الخارج تعمل عقد سياسي بينها، عقد جديد بعد 10 سنين ولا لأ؟ أنا شخصيا دايما من الناس المتفائلين، يعني لأن لو احنا مش متفائلين فاذا طب يعني نعمل ايه؟ نروح نموت نفسينا ونروح نولع في نفسينا؟ يعني دايما لازم يكون في امل، لان لو الامل ده مش موجود يبقى مفيش داعي اصلا لاي حاجه تتعمل من اي شكل ومن اي نوع. هل في امل ان احنا نقدر نتوحد حوالين بعض المبادئ؟ المبادئ دي اللي سهلت قيام ثوره 25 يناير 2011. انا رايي ان الساحه السياسيه المصريه زي ما هي موجودة دلوقتي حاليا يعني مهترئة للغاية، وحتى الكيانات كل الكيانات الموجودة فيها في النهاية فقدت تواجدها في الشارع. لكن في حالة حدوث حراك اجتماعي مرة تانية في مصر، أنا أعتقد ده هيبدأ يفرز لنا قيادات جديدة للحراك السياسي، بالإضافة إن الحراك ده لما يحصل هيدفع القيادات الموجودة إنها تبدأ تتصرف بشكل مختلف وبحسابات مختلفة، فبالتالي أنا متفائل. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام الحملاوي الصحفي والباحث في العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر سكايب.